يا أهل البحرين، يا حكومة البحرين، يا وزارة خارجية البحرين. هذا الرجال اللي انتشر فيديو ماله والمفروض أن الليلة يرجع البحرين. شوفوا حالته صارت شلون. صفحة كالحة أخرى يخطها التاريخ في سجل آل خليفة الأسود. إنها مأساة مئات البحرانيين العالقين في إيران، ممن تقطعت بهم السبل إثر تفشي وباء كورونا. تخلت عنهم حكومة آل خليفة وماطلت بإرجاعهم إلى وطنهم، وتركتهم يكابدون الغربة وضيق العيش وتفاقم المرض. من المطار ومن الحالات وطاح مفلوت على هنا، أنا وش أسوي؟ 7 منهم قضوا نحبهم، فيما لا يزال مصير مجهول بانتظار الباقين. سووا لنا حال فرج، فرجنا بغم عندكم بس. الطاغية حمد تخلى عن المسؤولية ملقيا بها على دائرة الأوقاف الجعفرية في قرار لم يسبق له مثيل في التاريخ. وأما ولي عهده سلمان الذي انبرى سابقا لحل المعضلة طمعا في تمرير سباق الفورمولا 1، فقد لاذ بصمت أهل القبور بعد أن تبخرت أحلامه في إقامة السباق. أخيرا جاءت شركة طيران الخليج لتكمل صفحة العار برفضها نقل البحرانيين من مسقط إلى المنامة. عائلة تثبت يوما بعد آخر مدى حقدها على البحرانيين، وتؤكد وبما لا يدع مجالا للشك بأن إسقاطها هو خيار الشعب الوحيد لإنقاذ البلاد من الظلم والجور.